أهلا بكم في الصوت الرابعة، والبداية بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والدولية. في الصحافة المحلية، موقع المصدر أونلاين يكشف عن صراع نافذين في قيادة جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع صنعاء. في الصحافة العربية، موقع العربي الجديد يشير إلى ارتفاع سعر زيت الطهي 7 مرات خلال سنوات الحرب. وفي الصحافة الدولية، موقع وكالة الأناضول يتحدث عن استمرار المواجهات المسلحة بين قوات موالية للحكومة وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي. أهلا بكم. كشف موقع المصدر أونلاين عن صراع نافذين في قيادة جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع صنعاء. وأفادت مصادر بجامعة العلوم والتكنولوجيا عن صراع سلالي داخل فرع الجامعة بصنعاء، وأشار الموقع إلى أن الفرع يعيش مشاكل كبيرة جراء ضعف الإقبال عقب نقل مقر الجامعة إلى عدن وإلغاء الاعتراف الحكومي بالشهادات الصادرة عن فروع الجامعة في مناطق سيطرة الميليشيا. وأوضح الموقع أنه بعد فشل عادل المتوكل الذي عينته الميليشيا رئيسا للجامعة عقب الاستيلاء عليها، وهو من الحوثيين في إدارة الجامعة، عينت الميليشيا السلالية عبد العزيز الحاج نائبا للرئيس ضمن استعداداتها لإحلاله في منصب الأول. وأشار الموقع إلى أن رئيس الجامعة الحالي المتوكل أمس يلملم أوراقه استعدادا لمغادرة المنصب، حيث يوسع للحاج المعين كنائب له نفوذه ويستعد لتولي منصب رئيس الجامعة بشكل رسمي. وأضاف الموقع أن النائب الجديد انسحب من أول اجتماع لمجلس الجامعة بعد تعيينه الأربعاء الماضي دون أي احترام لأعضاء المجلس بسبب تساؤل لأحد عمداء الكليات عن الراتب الشهري الذي باتت الميليشيا تحرم العاملين في الجامعة منه أسوة بالموظفين العموميين الذين تحرمهم من مرتباتهم منذ 6 سنوات. أشار موقع يمن فيوتشر تنديدا إلى تصريحات بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة على سقوط ضحايا في انفجار ألغام بمحافظة الحديدة. وبحسب الموقع، فإن البعثة قالت في سلسلة تغريدات لها على منصة تويتر: تارة أخرى يقع الأطفال ضحايا لحادث انفجار لغم أرضي أسفر عن مقتل طفل وإصابة 2 آخرين في مديرية التحيتحة بمحافظة الحديدة. وأشار الموقع إلى أن البعثة تعرب عن عميق حزنها لاستمرار موت وإصابة أطفال الحديدة الأبرياء، وتتقدم بأحر تعازيها لأسرة الطفل الفقيد، وتتمنى للأطفال المصابين الشفاء التام والعاجل. وطلبت البعثة جميع الأطراف بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير جوهرية لتخليص المحافظة من مخلفات الحرب الخطرة والعشوائية. وأشارت البعثة لأنها تعمل على تعزيز جهود الدعوة والتنسيق والدعم الفني للمضي قدما في الإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام في الحديدة وضمان حماية الأسرة ولا سيما النساء والأطفال من مخاطر الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب. تحدث موقع الموقع بوست عن إدانة منظمة سام للحقوق والحريات مقتل مدنيين واعتقال آخرين على خلفية مناطقية في محافظة شبوة. جاء ذلك خلال بيان مقتضب للمنظمة، حيث قالت إن مثل هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لمواثيق وقواعد القانون الدولي لما تشكله من خطر جسيم على حياة المدنيين والأفراد. وأشارت المنظمة إلى أن استهداف المدنيين والاعتداء عليهم أمر خطير يجب إنهاؤه بشكل عاجل، منوهة إلى ضرورة تجنيب المدنيين أي خلافات عسكرية أو سياسية وتوفير الحماية الكاملة لهم. وأكدت المنظمة على ضرورة حث قيادات القوات المتصارعة على إلزام أفرادها وإعطائهم التعليمات بتجنيب المدنيين آثار الصراعات الداخلية وتقديم المخالفين منهم للعدالة نظير جرائمهم غير المبررة، مؤكدة أنها
تتابع الوضع عن كثب وستصدر بيانا تفصيليا بكافة الانتهاكات والأطراف المتسببة. وقالت مصادر محلية إن 4 مدنيين قتلوا في عملية قنص نفذتها ميليشيات دفاع شبوة والعمالقة المدعومة من الإمارات في مدينة عتق مركز محافظة شبوة. وأضاف الموقع أن تلك الميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي شنت حملة اختطافات طالت العديد من المواطنين الذين ينتمون إلى محافظات شمالية في عملية دهم لسوق عتق القتيم. تناول موقع العربي الجديد تضاعف وارتفاع سعر زيت الطهي 7 مرات خلال سنوات الحرب. وبحسب الموقع فإن سعر لتر الزيت قفز خلال 7 سنوات من 366 إلى 2950 ريالا يمنيا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، بينما ارتفع بواقع 4 أضعاف في مناطق نفوذ الحوثيين من 366 إلى 1400 ريال للتر الواحد. وأشار الموقع إلى أن الصراع المتصاعد في اليمن تسبب في انقسام المؤسسات المالية والنقدية وتجزئة العملة المحلية، إضافة عن وجود فوارق في سعر صرف العملات الأجنبية التي تتداول بسعرين مختلفين في كل من صنعاء وعدن. وأوضح الموقع أن نسبة الفارق النقدي تصل إلى حوالي 100% ويبلغ نحو 1200 ريال للدولار السعر المتداول في عدن، فيما يبلغ سعر الصرف في صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا بنحو 565 ريالا. وأكد الموقع أن هذا الانقسام وفوارق سعر الصرف ينعكس على أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات العامة، حيث يختلف السعر من منطقة لأخرى بحسب السلطة الخاضعة له. وأضاف الموقع أن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في اليمن الخاصة بنتائج مسح ميزانية الأسرة والصادرة قبل الحرب تقدر أهمية هذه السلع التي تشكل ركيزة أساسية في طعام المواطنين وإحدى السلع التي كانت تتكون منها السلع الغذائية التي توزعها المنظمات الأممية. تحدث موقع وكالة الأناضول عن استمرار المواجهات المسلحة بين قوات موالية للحكومة وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي أسفرت عن قتلى ومصابين بينهم مدنيون في شبوة. وبحسب الموقع فإن الاشتباكات اندلعت يوم الاثنين بين قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا وأخرى موالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا والذي يطالب بانفصال الجنوب عن الشمال ممثلة بقوات دفاع شبوة وألوية العمالقة. وأشار الموقع إلى أن مجلس القيادة الرئاسي تدخل وأصدر قرارات بإقالة 4 قيادات هي قائد محور عتق وقائد اللواء ومدير عام شرطة المحافظة وقائد فرع قوات الأمن وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة. وأوضح الموقع أن الأنباء تضاربت حول ما أسفرت عنه تلك الاشتباكات من ضحايا، فيما غابت البيانات الرسمية من جانب الحكومة والانتقالي. وقال الموقع إن المدينة باتت منقسمة عسكريا إلى نصفين حيث يسيطر كل طرف على أجزاء منها، مضيفا أن القوات الحكومية قالت إن إقالة قائد قوات الأمن الخاصة ليست من صلاحية المحافظ بل تتم بقرار من وزير الداخلية. وصلنا إلى ختام السلطة الرابعة، أترككم مع هذا الكاريكاتير، إلى اللقاء.